بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورجعنا تاني يا جماعة نكمل لكم حتة الأكتيف دايركتري. هنا طبعا ده كده أنا قومت السيرفس عليه، هبدأ أنا أقول له إيه بريموت ذا سيرفرز. بص، هو الطريقة الصح يا جماعة تعمل جوين للدومين الأول للسيرفر لو أنت هتعمل أديشنال، وبعد كده دخله اعمل اعمله مثلا بروموت تاني. خلاص احنا عملنا الخطوه دي ومش هتفرق، احنا نقول له ادم دوت كوم، اللي هو اول واحده بيقول لك اد دومين كنترولر ان اكزيستنج دومين. فعلا احنا هنعمل دومين كنترولر في دومين اوريدي كاريت في الفورست، ان نيو دومين ان اكزيستنج فورست دي لو هتعمل تري او اديشنال. نقول له سيلكت، اطلب مني اليوزر نيم وباسورد، ونقول له تمام، ونقول له اوكي. هيبدا ايه يتريب، ونجيب هنا دومين ونقول له اوكي. هنا بيقول لك يو ماست سبلاي يوزر اكونت نيم. تعالى هنا، هنا شوف يا جماعه، هنا هنا المفروض ادم ادمنستريتور، نقول له الباسورد اوكي، ده هو اليوزر، ونقول له كده فينيش. شوف اوتوماتيك هيديتكت السايت يا جماعه، اما يروح انا شوف هنا ايرور جيت سايت تارجت ان اكتف دايركتري. ليه بقى؟ دي ان اس نيم. هنا ما عرفش هو يجيب هنا التارجت بتاع السايت بتاعه. تمام، ليه بقى؟ تعالى نروح تاني هنا في ال في البرايمري اي دي. تعال نروح سايت، تعال نروح هنا الاكتيف دايركت سايت اون سيرفيس. هنا هنقول له رينيم اتش كيو سايت او اتش كيو، وهنا نقول له رينيم بص يا جماعه تعالى هنا، من هنا احنا بنبنج، احنا قلنا هنا الاي دي ريبليكيشن. تعال نبنج من السيرفرات، شايفوا هنشوفه مش شايفين بعض ولا لا. بينج 172 20 172 16 دوت 16 2 2 2، شايفين بعض عادي مفيش مشكلة. طب تعال نروح تاني الأخ ده تاني، نقول له بريموت، نقول له هنا ندخل يوزرز، هنا نقول له ادمنستريتور، نقول له ادم الاول، ادم ادمنستريتور، نقول له الباسورد اوكي. هنيجي هنا نقول له الدومين بتاعي ادم دوت كوم، نقول له اوكي. كده هيتريف السايت خلاص. هيجي ايه اللي هنا؟ بص يا جماعه، هو جاب هنا مع اني غيرت السايت، غيرتهم، لازم تقفل الكونسول ده، مع ان غيرت النيم يعني، لازم تقفل الكونسول وتفتحه تاني عشان يعمل ابديت تاني، لان هو كيشهم من المره اللي فاتت. تعال نعمل تاني كده، تعال نقول له سيلكت، نقول له ادم ادمنستريتور، نقول له الباسورد لو الباسورد غلط مش هيتريد. تمام كده الباسورد غلط، فتيجي تاني تقول له مثلا ادم دوت كوم تاني ادم دوت كوم، وتقول له سيلكت، او تقول له الباسورد تاني، تكتب له الباسورد تاني عشان هو كده مش شايف. هتقول له ادمنستريتور باسورد اوكي. تمام، هو كده المفروض تمام كده شاف الدومين عادي، نقول له next couldn't active directory to domain controller to reach. ليه بقى؟ تمام تاني آدم administrator، نقول له بس
تمام كده المفروض لو انا قلت له ريتريف. طب خلينا في حاجة تانية هنا، لو قلت له تاني معلش قلت له هنا دي في الادم ادمنستريتور، وممكن تقول له ادمنستريتور كده ادمنستريتور ات ادم دوت كوم باسورد. اوكي تمام اوكي ريتريف جاب ادم دوت كوم. اوكي هنا قال لك كودنت كونتاكت ليه بقى؟ تعالى احسن حاجه لان هو كان جايبه في الاول، هنعمل حركه حلوه في ناس بتقابلهم المشاكل دي، هنقول له معلش كده نقول له برانش بي ار، نقول له لا اله الا الله محمد رسول الله. هنا معلش هنقول له هنا بي ار، نقول له بي ار بي ار اندر سكول او دول له داش اي دي دي او اكتف دايركتري او اكتف دايركتري. خلاص برانش اكتف دايركتري، ونقول له هنا ادم دوت كوم ادم دوت كوم كده الدي سي مش شايفه، كده الدي ان اس مش شايفه، كده في مشكلة في الكونكتيفيتي. طالما انا جيت قلت له بينج تعالى تاني بينج على 10 10 100 3 اتنينات كده شايفه. ايوه طب ليه ما انا جيت قلت له هنا، جيت قلت له ادم دوت كوم. اوكي شايفه في دي ان اس، خلينا ما نغيرش، خلينا على طول ونقول له آدم دوت كوم تمام ادمنستريتور، نقول له الباسورد. بقول لك ذيس دومين تمام لان هم نفس الفيرشوال نفس ال السيرفر نفس السيس بريب، فانت لازم تيجي هنا تقول له سيس بريب عشان تخلي السيرفر ده يريسيت يريسيت السيس اي دي بتاعته الاس اس اي دي بتاعته او السيت اي دي بتاعته، لان هم نفس الفيرشوال ماشين او نفس السيرفر. فطبعا ما اجي اعمل لهم جي ان الدومين او بيقول له اصلا السيت اي دي ده موجود اللي هو البرايمري دومين. عشان كده ما كانش راضي يعمل يخش جن الدومين وكان بيجيب لك فيلير، فدي المشكله. بعد ما انا جيت دخلته جن الدومين ظهرت لي المشكله دي، فوضحت لي ان في مشكله في السيت اي دي. فانا هعمل سيس بريب لغايه ما هو يخلص ويعمل ستارت نرجع نكلمه تاني. تعالى هنا انا جيت هنا قلت له مثلا عايز اعمل اطلع الناس اليوتيوب منين؟ من عايز اعمل هنا مثلا رولة تحت دي، او مثلا قلت له انا عايز اعمل رولة تحت دي، اقول له رول بلو مثلا بلو، واقول له يوتيوب، واقول له الانكومنج عندي مثلا جاي لي من الفيلان 10. وممكن تقول له الانكومنج جاي له من الفيلان 10، خلاص انت جاي له من الفيلان 10 اني. لو انت حددت له الانكومنج انترفيس ممكن تسيب السورس نتورك اني، لو انت مثلا قلت له اني لازم انت تحدد له السورس نتورك عندك، تحدد له السورس. لو انت قلت له اني
والديستنيشن متحدد كده، انت فعلت حاجه اسمها سيستم جنريتد ترافيك، سيستم ايه جنريتد ترافيك، بس مش هتتم على الوان الوان لينك، الوان لينك لود بالانس. فانا هاجي اقول له لا، انا هقول له الانكومنج اللي جاي من اني هي عايز يروح يكلم مين؟ اليوتيوب مثلا. اقول له هنا هنا، واقول له هنا تعال نشوف هنا يوتيوب، تعال نسيرش يوتيوب. اه في هنا يوتيوب اهوت، وهنا اوكي، وممكن نقول له كمان ابلكيشن يوتيوب كمان، يبقى كله مثلا جاي مع بعضها يوتيوب. نيجي هنا نكوبي ونعمل سمارت، نقول له اوكي سيرش، تعالى نقول له كله اوكي تمام، ونقول له سيف هنا تمام، ونقول له هنخرجها من البروفايل بتاع اللي هي فين فين هنا، هنكري بروفايل ونسميها مثلا يوتيوب تمام، ونخرجها من الفايف جي من هنا اوكي، ونقول له هنكستم مثلا لو هو مثلا فويب فيديو، لو هو مثلا ميديا فيديو مش عارف ايه الكلام ده، ممكن ناخد ايه خليها كده مفيش مشكلة، ونقول له هنا اوكي، وهنا 5، ونقول له سيف. كده انا عملت بروفايل لليوتيوب واقول له سيف. بصوا يا جماعه، انا هنا قلت له الانكومنج جيم يعني السيرفرات والكلام ده جايين معايا. بص هنا نشوف بس هنا خلاص طالع من 5G لا اشتغل، بس انت هنا بس ما تقلقش هتشتغل. لو انا جيت في جهازي هنا، انا جهاز ده الكلاينت من هنا، قلت له باسورد ات 123، خليني هفتح يوتيوب ماشي، واقول له يوتيوب دوت كوم طول الفايف جي شغال معايا مفيش مشكلة، وكل حاجة شغالة معايا، اليوتيوب شغال اهوت. تعال نشوف اليوتيوب خارج منين، سي ام دي بينج يوتيوب خلينا بس كده، هو هيعمل سيز بريب، خلينا ده كده هيخلص بريب، وبعد ما يخلص نبقى ايه نخش معاه. خلينا نعمل هنا كده تاني، هتلاقي اليوتيوب هنا المفروض هنا كريبليكيشن والكلام ده بينج والكلام ده، يوتيوب هنا يوتيوب انكومينج سيرفيس. تعالى هنا معلش نقول له يوتيوب، في هنا وقف معلش انا شغال معايا، تعال نقفل نفتح تاني ليه كده. لا الدنيا تمام مفيش مشكلة. ايه في ناس حاجة، تعالى نقول له ريستارتنج ستوب، هي مش هتيجي الا كده. خلينا نروح للسيرفر، احنا عاملين السيرفر برضو يطلع اليوتيوب منه مثلا. هنا قلت له يوتيوب خلاص، اب اللود اب اللود تمام. تعال نروح للسيرفر معلش تاني، سيرفرات ما ده
هناك الشغلة حلوة يا راجل. مالها الدنيا كده هي ست لوحدها؟ تمام، خلينا هنا خش تاني. انا كنت لسه داخل دلوقتي، لازم اعمل لك ريستارت. لا اله الا الله. خلينا يا جماعة دلوقتي، هو الفكرة واضحة، بس في خلي بالك من الحتة دي، يعني الحتة دي أنا ما بحبهاش. لما تيجي تعمل يوتيوب خلاص أنت حدد بقى الناس الإنكومنج سورس نتورك عندك، تمام. لو هنا سيرفرز وعايز تطلع كذا وعايز تعمل إنكومنج انترفيس إيمي، حدد السورس نتورك، تمام. عشان هو كده إيه، يبقى كده إيه، أنت في السليم. حدد السورس نتورك او حدد الانكومنج انترفيس، يعني انت عايز تخليها الاي تي بس، خلاص انت عندك فيلان الاي تي، خلاص شد دي. قول له مثلا لو انت عايز تعمل رول اوت توزعها تعملها على الناس كلها، ممكن تقول له اني بدل ما تعمل اكتر من رول، وتقول له مثلا نتورك، وتقوم محدد له دي والسيرفرات. لو انت عندك مثلا كله عايز تخلي اليوتيوب ده يطلع من خط معين، او لو انت مثلا عايز تخلي الاي تي مثلا فيلان يطلع من الخط ده، والاي تي فيلان يطلع من اللي هو الاتش ار يطلع من بروفايل تاني، براحتك. ده حاجه ترجع لك انت بالازدوام بتكستمايز كل حاجه انت زي ما انت عايز. نفس الكلام كده. بص يا جماعه، انا دلوقتي الجهاز قدام اهوت، ما انا بنج عندي من الفيلان للفيلان الدنيا تمام، يعني لو جيت بصيت كده بس، وخلي الاخ ده يقوم لان الدنيا شكلها هيست تهيسه كده بعد ايه لما عملنا سيس بريب، فالدنيا هيست على كل السيرفرات. فخلينا بس هو يخلص، تمام، ودي يخلص، ماشي. تمام، بص يا جماعه، لو انت جيت عندك الدي ام زي اهوت، ودي لو انت خليت البيوريتي الاولويه للاس دوان، وجيت عملت رولة زي دي كده، تمام، قلت له مثلا اول انترنت، في ناس بتيجي تقول لك كده اول اول يعني اول انترنت، وتقول له الانكومنج مثلا اني، وتحدد مثلا هنا وتقول له مثلا نتورك، وتقول له برانش وسيرفرز وديستنيشن، هنقول له اني، ويقوم جاي لك يقول لك اطلع لي من الجيت والفايبر والباك اب كذا. هنا دي كده انت اهبل. ليه؟ اقول لك ليه. انت هنا كده تحت، هي في الانترنت تحت كده. انت هنا لو الاس دوان رود دي البروسيجر بتاعتها هي الاولى، ان السيرفر ده ما يحب يروح يكلم الدي ام زي، هيقوم رايح مكلمه من الرولة اللي انت عملتها دي اللي هي بتاعت ايه، اول انترنت دي، هتلاقي يقوم رايح مكلمه من الجيت واي ده، تمام. طب الحل ايه يا عم احمد؟ الحل تخلي الاستاتيك روت هو الاولويه، وبعد كده الاس ديوان، تمام، عشان الانترنال ترافيك ما بين الزونز يروح على الاستاتيك روت والاس دوان يروح هنا. طب تمام، ده انا لو عايز استخدم الاس دوان الاولويه لها الاولويه، خلاص هتيجي هنا تعمل كاستمايز، تمام. تيجي اللي هي الدي ام زي ده هيكلم مين؟ هيكلم مثلا دروبوكس، هيكلم مش عارف جوجل، هيكلم مش عارف كذا، هيكلم كده، يعني الموضوع بيمشي كده. الديستنيشن نتورك دي ما تسافش اني ابدا الا في حاله واحده، تكون انت حاطط الاستاتيك روت هي الاولويه، ما فيش مشكله اعملها. لو هي الاستاتيك روت هي لها الاولويه الاولانيه، عادي اعملها ايه، قول انترنت اني، ما فيش مشكله، تمام كده. تمام، تعال نشوف هنا، معلش كده الرجاله دي مش هتقوم، ولا ده هيقوم ولا ده هيقوم، ده خلاص كده، خلاص كده ايه، فنشنا كده، احنا فهمنا الاس دوان. وهنروح بقى الفيديو الجاي للصوفو سنترال اس دوان.
اشوفكم على خير، في امان الله، السلام عليكم.